بطل تحدي القراءة العربي للعام 2022، صاحب اللقب الغالي من بين أكثر من 22 مليون طالب وطالبة، هي شام البكور من سوريا. توجت الطفلة السورية شام البكور بلقب بطل تحدي القراءة العربي الذي أقامته دولة الإمارات العربية المتحدة بنسخته السادسة هذا العام. شام محمد البكور ابنة حلب الشهباء التي سطع نجمها كأصغر بطلة في تحدي القراءة على مستوى سوريا. الطفلة المتألقة شام ابنة 7 سنوات حصدت لقب بطل التحدي في سوريا بعد أن تغلبت على أكثر من 61 ألف مشارك في الجمهورية العربية السورية. شام التي قرأت ما يزيد عن 100 كتاب استطاعت أن تستقطب أعين الجميع، وكانت محط اهتمام إعلامي محلي وعربي، وظهرت في العديد من الفيديوهات واللقاءات وهي تتحدث بذكاء وبطلاقة باللغة العربية الفصحى. وهناك من أطلق عليها لقب خاطفة قلوب العرب لتمكنها من الدخول إلى قلوب الناس بألفاظها وعباراتها وبراءة طفولتها. أنا كتير مبسوطة لأنه شاركت في هالمسابقة وفزت فيها الجمهورية العربية السورية، وهلأ صرت بطل الوطن العربي. أنا كتير 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 فرحانة لما زعوا اسمي، وكنت مبسوطة كتير. استحقت الطفلة شام لقب بطل تحدي القراءة العربي، حيث كان جوابها عن سؤال اللجنة معبراً عن ذكائها وقوة شخصيتها وشغفها باللغة العربية. توجت شام بطل تحدي القراءة العربي على الوطن العربي، الحمد لله رب العالمين. كانت الرحلة طبيعي فيها بعض الصعوبات كتير، بس حلوة شيقة ممتعة. استمتعنا بكل المراحل، من بلشنا من لجان التحكيم في المدرسة لجان التحكيم في المحافظة، لوصلنا لجان التحكيم على مستوى الجمهورية. استمتعنا كثير بناء على رغبة لشام وهدفها وطموحها اللي كانت حاططه لما كانت صغيرة، تسعى دايما تكون المركز الأول بكل شيء. ما شاء الله عليها شام، أنا كثير فخورة منها أنه مثلت نحن السوريين. مع هيك كمان لو لاحظت أغلبية الفائزين المركز الأول كانوا من الأصل السوري، فما شاء الله شيء بيرفع الرأس. أطفال سوريا كانوا وما زالوا أمل المستقبل، فها هي الطفلة السورية شام تضع بصمتها وترفع علم سوريا عاليا في سماء دبي بمسابقة تحدي القراءة العربي لعام 2022.